بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا نبينا محمد. ما أحب أني أطيل حسب الانتقادات اللي جيني أني أطيل، لكن نحب أن نفيد. اليوم 12 من رمضان، ونتكلم هذا اليوم عن موضوع ممتاز. بعض الأخوان طلبوني أن أطرح هذا الموضوع، اللي هو الأسماك. الأسماك أنا أقول غذاء للعقل وغذاء للجسد، يعني هي هو الوجبة الوحيدة اللي تغذي العقل وتغذي الجسد، مفيد جداً. ينصح به من المنظمات الأمريكية أنه أقل كمية تأخذ مرتين في الأسبوع أو وجبتين في الأسبوع لمرضى السكر ومرضى القلب، حيث أنه مفيد جدا لهم ويحبذ أن يكونوا مشويين. حقيقة لو تكلمت عن فوائد الأسماك بذكر 10 عشان أختصر. أول حاجة، موجود زيت الأوميجا 3، هذا مهم للاكتئاب، يعني لأجل الاكتئاب، التصلب اللويحي، مشاكل النطق، المخ، مهم جدا. فيها فيتامين A، فيها فيتامين D مثلا، وهي مهمة جدا للنظر، جدا مهمة للنظر. فيتامين A، فيها الكالسيوم، مهم جدا للعظم، مهم يعني ما فيها دهون مشبعة، وبذلك انها تساعد في تقليل الكوليسترول ال دي ال، ولذلك هي مفيدة جدا للي عندهم ايش مشاكل في القلب وما شابه ذلك. مفيد جدا للربو، مفيد جدا للروماتيزم، في مواد فعالة جدا، لان مادة البولي اليوريك اسيد ما تنتج فيه بشكل كبير من البروتين الاسماك، ولذلك يقل كميته، وبذلك الروماتويد والروماتيزم يقل في جسم الانسان بشكل كبير جدا. غذاء المخ، لان فيها فسفور وفيها يود، اللي عنده مشاكل الغدة الدرقية اليود يعتبر بالنسبة لهم رائع. الفسفور غذاء مهم جدا للمخ، للأسنان، للعظام، للدم، ما شاء الله. يوازن السكر في جسم الإنسان، لا يوجد فيه أشباه سكريات نهائيا، مقاوم للسرطانات، مقوي جنسي، مفيد للي عندهم أمراض في القرحة ما شابه ذلك، مفيد جدا للحوامل. يعني أنا أقول لك أن الأسماك رائعة جدا وخفيفة جدا ومهمة جدا، ومفروض نستبدلها جزئيا ببعض اللحوم، يعني مرة مرتين ثلاث مرات في الأسبوع أنا أحبذ أنها تكون ضمن الاستخدامات. أضرار الأسماك راح أختصرها لكم في ثنتين وثلاث. واحد، أنتوا تدرون ما عاد في لحم صافي، يعني الأغنام نعطيها شعير ونعطيها مصاب ونعطيها برسيم مرشوش بكيما وتطلع اللحمة بهذا الشكل. الأبقار بنفس الحكاية في مزارع، الإبل بنفس الحكاية في مزارع، الدواجن حدث ولا حرج، مع اعتراض مجموعة من الأخوان على هرمونات النمو، لكن نتكلم عن مصائب أخرى ثائنة. ولذلك السمك هو الشيء الوحيد اللي باقي يجينا من البحر صافي، يأكل من البحر ويجي لحمه صافي بالنسبة لنا، لكنه غالي. ذبحونا بالغلا الكيلو 70-80، حرام علينا كمواطنين نتأخذ كيلو 70-80، لكن بهتنا بهذه الأشياء. لذلك نقول السمك رائع جدا. ابتعدوا عن مزارع اسماك المزارع، لانه احيانا يكون في المزارع زئبق فتاكل الاسماك فيترسب في جسمه، يترسب في جسم الانسان يسبب مشاكل كبيره جدا، يسبب حتى سرطانات في جسم الانسان، اللي هي اسماك المزارع المربى هذه. كذلك المملح، السمك المملح غير جيد، في املاح وفي مشاكل كثيره جدا. واخطر حاجه في الاسماك قليها في الدهون المشبعه، يعني انت تخرب كل ما تم بالدهون المشبعه. احيانا زي ما يقولوا نصبر نصبر نصبر، نصوم نفطر على قلي، والقلي وانت تعرفون كل مصيبه طعمها حلو. الكوليسترول الموجود في القلي هو اللي يعطي كل شيء طعمه لذيذ، البرص طعمه لذيذ عشان المصايب اللي في الكوليسترول، يعني الشيء الضار طعمه رهيب. دمتم بعافية وخير، أخوكم أحمد بدوي أبها.